وفي رابع أيام عيد الأضحى المبارك يستمر المصريون في قضاء إجازتهم في الحدائق والمتنزهات، ومن أهم الحدائق المناسبة لقضاء وقت ممتع خلال الإجازة هي حديقة الطفل في مدينة نصر. ومن هناك مباشرة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. يعني محمد، في البداية كل سنة وأنت طيب، وما هي الأجواء لديك؟ نعم، كل سنة وانت طيبة يا حكمة، كل سنة وانت طيبة يا ريهام، وكل عام والمصريين دائما بألف خير وصحة وأمان. دائما بنقول ان ايام العيد او الاجازات الرسمية بتكون فرصة كبيرة للتنزه والخروج من ضغوط الحياة والخروج من هذه الضغوط، وتكون المناسبات وتكون يعني الحدائق العامة والمتنزهات هي الملجأ الوحيد للمصريين لقضاء أجازة عيد الأعياد الكبيرة، وزي ما يعني عيد الأضحى المبارك. احنا النهارده موجودين في حديقة الطفل. حديقة الطفل تقريبا هي من الأماكن التي يلجأ إليها يعني الزائرون من مختلف الفئات العمرية، يمكن من الساعة 9 صباحا وإلى الآن لا تزال يعني هناك العديد من نسب الإقبال المتفاوتة على حديقة الطفل. يمكن نتكلم دلوقتي خلاص الساعة 7 مساء وما زال هناك إقبال كبير من المواطنين، طبعا مع انخفاض درجات الحرارة. مع الأعياد بتكون هناك استعدادات كبيرة من المحافظة لتكون أجازة عيد الأضحى المبارك هي أجازة آمنة ومستقرة، فاستعدت بتقديم جميع الخدمات اللوجستية والخدمات الأمنية والصحية كي تكون هناك أجازة مستقرة وآمنة لجميع الزائرين. أيضا حديقة الطفل تمتاز بالعديد من المسطحات الخضراء، وهناك العديد من المسارات الآمنة لدخول الزائرين، وتقسم إلى عدة أقسام، يعني قسم للخدمات اللوجستية كالكافيهات وغيرها، أيضا قسم للألعاب، وقسم للمسطحات الخضراء يعني للأسر المصرية. يمكن ده المشهد عندنا النهاردة في حديقة الطفل، واللي طبعا إلى الآن ما زال هناك العديد من المواطنين يتوافدون عليها لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك في رابع أيام. أعود إليك مرة أخرى. محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري من حديقة الطفل، شكرا جزيلا لك.